مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من ملفات. اليوم سنناقش أكثر من ملف. في الملف الأول سنتحدث عن ملف النازحين ومسألة النازحين السوريين في لبنان، العدد، الكلفة الاقتصادية، وأيضا في القانون. ماذا بعد قمة بروكسل؟ ماذا عن الموقف اللبناني الموحد؟ ماذا عن الضغوطات الدولية على لبنان لتمكين ما بين قوسين وأبقاء النازحين في لبنان؟ وهل يتحمل لبنان كل هذه الأعباء؟ وكيف يجب أن يواجه لبنان مجتمعا هذه المسألة؟ في الملف الثاني سنناقش موضوع قروض الإسكان مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة مدير عام الإسكان مصرف الإسكان السيد أنطوان حبيب. وأيضا في الملف الثالث سنتحدث مع السيد جون بيروتي أمين عام اتحاد النقابات السياحية عن الموسم السياحي. ولكن اسمحوا لي أن أرحب بضيفي أو ضيف الملف الأول، دكتور علي فاعور، خبير ورئيس مركز السكان للتنمية. دكتور علي فاعور مساء الخير وأهلا وسهلا. شكرا خير. شكرا لكم دكتور علي. كان عندنا أكثر من لقاء على مدى السنوات الماضية. نعم. نحذر من خطورة هذا الموضوع، من خطورة بقاء موضوع النازحين، الكلفة الاقتصادية. تحدثت حتى عن عندك إحصاءات ودراسات وكتب عن هذا الموضوع، إلى أن أتى اليوم الموعود الذي كنت تحذر منه. قبل ما نفوت بالتفاصيل وأسألك كل الأسئلة حول هذا الملف، بدنا نروح لنشوف تقرير من إعداد وتقديم طبعا الزميلة ليلى حرز شعيب حول ملف النازحين وما حصل ببروكسل. مساء الخير. تشهد أزمة النازحين السوريين بالأيام الأخيرة حراك لبناني داخلي وخارجي على أكثر من خط، وتترافق مع تعميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من فوضى النزوح لتسبب بأكثر من 1.5 مليون سوري موجودين بطريقة غير شرعية بلبنان. فبعد هبة المليار يورو اللي قدمها الاتحاد الأوروبي كمساعدة مالية لدعم اقتصاد لبنان والقوات الأمنية، أكد خبراء اقتصاديون أنه هذا الدعم ليس له تأثير إيجابي لأنه يبقى ضئيلا أمام العبء الكبير للنزوح السوري على لبنان، في حين أن التكلفة السنوية المباشرة للنزوح السوري على الدولة اللبنانية تبلغ 1.7 مليار دولار، والتكلفة الغير مباشرة تتعدى عدة مليارات. فتراكميا منذ بدء الأزمة إلى اليوم تتخطى تكلفة النزوح السوري على لبنان 50 مليار دولار. شارك لبنان بالمؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل ممثلا بوزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، الذي أكد على طلب لبنان بالبدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. كما أجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين كالأردن، العراق ومصر، وتم الاتفاق على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا. وخلال المؤتمر أكد لبنان ضرورة أن يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم. وأكد بوحبيب أيضا خلال خطابه بالمؤتمر عن استمرار لبنان بالتعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وبالفعل فقد حصل توافق بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولبنان على كل النطاق والنقاط التي طرحها لبنان، ومن أبرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية فيما يتعلق بالنازحين السوريين. وعلى نوه بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن 8 دول أوروبية ووجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين لإلها. خيب المؤتمر أمل اللبنانيين في حل أزمة النزوح، وذلك بعدما تبين أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن مشكلة النازحين ثانوية ومرتبطة بالسياسة السورية، في وقت يعرف الجميع أن السبب الرئيسي هو خوف المجتمع الأوروبي من النزوح السوري إلى أوروبا عبر البحر المتوسط والتكلفة المادية العالية على الدول الأوروبية. هل سيبقى لبنان في مهب الآثار يتحمل اقتصاد وأمن كل الأعباء على حساب الشعب اللبناني؟ دكتور علي فاعور، طبعا الزميلة ليلى حرز شعيب سجلت هذا التقرير وكانت تورد خيبة الأمل اللبنانية. يعني كيف نواجه هذه المشكلة؟ كيف نتصرف بوجه خليني أقول رغبة الغرب؟ وهل كنا ننتظر من مؤتمر بروكسل أو من الاتحاد الأوروبي حللنا هذه المشكلة؟ بالفعل، وخاصة انه بعد ما شفنا التقرير، يعني انه
نحن اليوم تعرف لبنان عم بيشهد أزمات، مش أزمة، أزمات اقتصادية اجتماعية مالية أمنية بالآخر لم يعرفها لبنان بتاريخه منذ إنشاء دولة لبنان الكبير 1920. وبالمقابل نحن في مواجهة أكبر أزمة، الأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين، هي اليوم مصنفة أكبر أزمة إنسانية بالتاريخ الحديث. يعني لم تشهد المفوضية العليا للاجئين منذ تاريخ إنشاء 1950 أزمة ومأساة بالشكل اللي هو موجود. يعني بالنسبة لي في حوالي 30 مليون لاجئ بترعاهم المفوضية بالعالم، في منهم تقريبا حوالي 7 ملايين لاجئ خارج سوريا اليوم من السوريين. يعني هون بالفعل يعني نحن وخاصة بوضع لبنان، وبالنسبة اللي نعرف مساحة لبنان صغيرة وهذا العدد الكبير من السكان، يعني دائما عم نقول بتعرف انه الاول بالعالم لبنان بالنسبه للاجئين بالمقارنه مع عدد سكانه، بالنسبه للمجمل من النازحين السوريين من اللاجئين الفلسطينيين من غيرهم الموجودين بالنسبه لمساحه الارض. فاذا الموارد الطبيعيه، مش بس الموارد الطبيعية، المياه والصرف الصحي والنفايات وكذلك الصراع على البقاء على العمل. يعني لبنان اليوم مثل ما عم يتصنف وصل إلى حافة الهاوية، يعني لبنان يغرق في أزمة اللاجئين والمجتمع الدولي يتفرج والمجتمع الدولي يراقب. في القانون كيف يمكن أن نواجه هذا الموضوع؟ وهل فعلا بإمكان لبنان حل هذا الملف لوحده، أو لبنان وسوريا، أم هو أكبر من لبنان وسوريا؟ أزمة اللاجئين، أزمات اللاجئين بالعالم في قوانين ترعاها للأزمة. يعني مثل ما قلت، أول شيء لنأخذ حتى قبل اتفاقية اللاجئين 1951 في اتفاقيات بتضمن 1949 حقوق الإنسان، وفي اتفاقيات بجنيف وغيرها موقعة بتضمن سيادة الدول بحماية أراضيها. اتفاقية 1959 للاجئين التي لم يوقع عليها لبنان ولم يوقع على البروتوكول تابع لها كمان، ولكن هذه الاتفاقية شو برغم هيدا هي بتضمن للدول في حال شعرت بخطر أن تعمل ما تراه مناسب لتأمين سيادتها. يعني حتى الاتفاقية بتراعي أوضاع الدول عندما تكون في مواجهة أزمات كالأزمة التي يواجهها لبنان اليوم. فإذا بنرجع على المستوى الدولي، في قانون القوانين الإنسانية، قانون العمل الإنساني بالعالم كمان بيضمن للدول أنه هي تأخذ القرارات اللي بتلاقيها مناسبة إذا شعرت بأنه أمنها واقتصادها وأوضاعها الاجتماعية بخطر. وبيجي عندنا نحن تاني مهم جدا جدا، من 1962 عندنا قوانين بلبنان بتضمن كمان حقوق وبتنظم الدخول إلى لبنان والمقيم بشكل غير شرعي لترحيله، ويعني قانون 1962 واضح جدا ما بده إلا تطبيق حاليا وبعد منه. نعم حاليا كيف دكتور بدنا نخلص من هذه المشكلة الكبيرة؟ هناك جزء متعلق مع الدولة السورية، أيضا الدولة السورية عندها في مشاكل، يعني في دول كثيرة متداخلة في هذه الملفة. وبدنا نرجع من 2011 لليوم، من تسبب بوصول قديش في عندنا 2 مليون نازح سوري بلبنان؟ بلبنان؟ ايه اليوم 2 مليون اليوم أكيد أكيد لا يقل عدد النازحين الموجودين بشكل قانوني شرعي، يعني واللي موجودين بشكل شرعي قديش نسبتهم؟ 16%. في 84% منهم موجودين بشكل غير قانوني.
شهريا عم يتدفق على لبنان اعداد كبيره. الازمه اللي عم بتعيشها سوريا ويعني وخاصه مش بس ال 13 سنه في اللي حصل بشمال سوريا الزلزال وغيره بمناطق والازمه الاقتصاديه والحصار. الحصار قديش يقدر عددهم عدد النازحين؟ يقدر عددهم اليوم اقل شيء ب 3 ملايين مقيم سوري على الأراضي اللبنانية. 3 ملايين نعم، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الولادات خلال 13 سنة. قديش عدد الولادات 2022؟ تقريبا عند السوريين حوالي 65 ألف ولادة سنويا. هاي المسجلة بحسب المستشفيات في لبنان. اللبنانيين تقريبا أقلهم شوي. شوف يعني صاروا هلأ أكثر من عدد الولادات بين اللبنانيين. فإذا إذا حسبنا هذا المتوسط، يعني من فترة بتعرف كمان في علاقة مع وزارة الشؤون الاجتماعية إن قال إنه عدد الولادات المسجلة عند السوريين بيوصل 250-300 ألف. وإذا هيدي 2018، إذا أخذنا من 2018 لهلا يعني عندنا أكثر من 500 ألف ولادة، واللي مسجل عندهم كمان أعداد الولادات المسجلة بشكل شرعي جدا قليل، تقل في غالبية المناطق عن 25%. نعم. ما في تسجيل، في أزمة كبيرة هي منتظرة لبنان كمان، والهيئات الدولية عم تركز عليها هي أزمة الأطفال غير المسجلين المكتوبين. يعني نحن اليوم بالفعل أكيد أكثر، مش مثل ما عم ينقال نص سكان لبنان، أكثر من نص سكان لبنان أصبحوا من النازحين واللاجئين. إذا أخذنا معهم الفلسطينيين يعني في يقول لك أنه اللبنانيين السكان اللبنانيين اليوم قديش عددهم؟ آخر أرقام السكان اللبنانيين اليوم بعتقد عددهم ب 3,500,000 3,600,000 لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية. نعم. لأنه بال 2018 كان تقديرات الدراسة اللي انعملت إدارة الإحصاء المركزي انه بلبنان في 4,800,000 منهم 20% اعتبرون غير لبنانيين. هل بامكاننا بعد ايجاد حلول لهذه المشكله؟ اكيد اذا لبنان اكيد طبق مثل ما عم اقول لك قوانين اللبنانيه اللي بتضمن سياده الدوله، وخاصه في قوانين مثل ما قلت في كمان 2019 المجلس الاعلى للدفاع. نعم. قرر ترحيل وغيره، وفي مجموعه كبيره من القوانين لبنان يعني وهيدا قالوا اكثر من مره لبنان انه عم يطالب المفوضيه ان تطبق القوانين. يعني ما تعتمد سياسات انتقائيه، يعني في فرق بين اللاجئ وبين المهاجر الاقتصادي. نعم. وفي شيء نحن معلش نحن لانه ما في عندنا دراسات في مواجهه هذه الازمه وابحاث، ومع ان ارقام عم نشوف الازمه بشكل غير واضح. يعني نحن عندنا اليوم تقريبا بين 800,000 والمليون هول عمال، ويمكن اكثر الرقم شوي من المهاجرين الاقتصاديين، هول اللي جايين للعمل بلبنان. ما فيهم مشكله كبيره هون اذا اتقونا عملهم، يعني اذا حصلوا على اقامات شرعيه والاقتصاد اللبناني محتاجهم. نعم. بيضل عندنا الاعداد الضعيفه هي اللي بتشكل اعباء على لبنان، وهي اللي عم تعمل يعني عم تترك مخاطر. نعم. على البنيه الطبيعيه والاقتصاديه والاجتماعيه. نعم. بلبنان. دكتور، هل فعلا هناك مخاوف حقيقيه من ابقاء النازحين السوريين؟ أكيد بالبلد. أكيد هناك مخاوف، والدليل على ذلك يعني هل ممكن القول كما قرأنا انه الدول الاوروبيه تحاول توطين السوريين في لبنان؟ المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد الاوروبي يعني ب 12 تموز 2023 قرار اللي اتخذه الاتحاد الاوروبي عندما لبنان كان بلش يحضر لعودة الطوعية للنازحين السوريين وبلش فيها الأمن العام، الاتحاد الأوروبي أخذ قرار بأنه منع بشكل عام يعني وعدم الموافقة وتحذير لبنان بأنه هذا مخالف للقوانين الدولية ب 12 تموز 2023. وبالحقيقة هالقرار هيدا اللي توقعته 26 دولة هو مخالف لقانون اللاجئين
ومخالف للقوانين الدولية. وبالفعل قرار مثل ما قال النائب مرياني بمجلس النواب الفرنسي الفرنسي نعم هو وبالاتحاد الأوروبي قال إنه هذا يعتبر مثل صفعة يعني للبنانيين، يعني هذا البلد الصغير لبنان اللي عم يستضيف أكثر من نص سكانه عم بيكافئوا بهذا الشكل رغم المعاناة والأزمات اللي عم بيواجهها. يعني لبنان نقطة الضعف الكبيرة طوال 13 سنة كانت الانقسامات السياسية في لبنان. هذه هي النقطة الضعف الكبيرة. ليش؟ معليش، في الأردن كمان طبعا الأردن مساحته أكبر بكتير من لبنان، وتصرف الأردن لحد هلأ عم يطبق القوانين. يعني من أول دخولهم لاجئين على الأردن في تنظيم الأمن العام، في بصمات بصمة العين، في سجلات ممكننة بإقامتهم بمخيم اليرموك والزرقاء وكيف تنقلهم. لبنان ترك هذا الموضوع على عاتق المنظمات الدولية والمفوضية العليا للاجئين. هون كان الخطأ الكبير. يعني الحقيقة يعني شيء مش بدي اسميه خطأ، مؤلم انه لبنان كل فترة بقول ناطرين الداتا، ناطرين البيانات من المفوضية. شوي المفوضية بتعطيه اسماء. في شيء كتير مهم ذكرته، انه في لاجئين بكل الدول، ولكن ليش بلبنان فقط الفوضى عامة؟ عندنا كتار مش مسجلين، عندنا امور متفلتة، وايضا بنفس الوقت تعامل المجتمع الدولي مع لبنان وكأن لبنان لا سيادة له ولا إرادة عنده في هذا الموضوع. لبنان عنده قوانين مثل ما قلت لك، بس في نقطة الضعف الانقسامات الداخلية في لبنان هي السبب الرئيسي اللي كان عم بي يعني عم بيعيق، كان عم بيعرقل وعم يمنع لبنان من انه ياخذ قرارات للنازحين. وهيدا الشيء اللي أخر الموضوع، واللي ترك مثل ما شفنا يعني الدول، واللي ترك المجتمع الدولي أنه تقريبا يحاصر لبنان. وإلا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إجا على لبنان بال 2018 فيل جونسون المسؤول عن إدارة الهجرة بالاتحاد الأوروبي بالخارج، شو بيقول؟ بيقول نحن نعتبر لبنان بمثابة خط دفاع أول عن حدود أوروبا. شوف لبنان خط دفاع أول عن حدود أوروبا. أوروبا يعني هيدا شيء معناها أنه لبنان يعني في كتير أمور لو تصرف مثلا تونس، ناخد تونس، تونس كمان نفس الشيء عم تواجه هجرات ضخمة كبيرة من غرب أفريقيا كلها عم تجي على تونس، وبتنتقل من تونس في جزيرة اسمها لامبيدوزا تحت قبرص وتابع على إيطاليا، عم تصير تدفقات عليها. قامت إيطاليا دفعت مصاري لتونس من أجل حماية الحدود. نحن شو صار معنا مع قبرص؟ عندما تحركت، وبالحقيقة لبنان غير قادر، لبنان بوضعه منعرف بإمكانيته بالأزمات اللي عم بيواجهها، الأزمات الاقتصادية وبالأزمات يعني الأمنية بالداخل، يعني ما عنده القدرة لبنان يضبط حدود برية 400 كيلومتر مربع، وما عنده قدرة يضبط حدود وبحرية كمان لبنان يعني حدود بحدود 250 كيلومتر. فبالتالي هيدا يعني بيتطلب كتير. فعندما بدأت المراكب وهي بالعشرات نحو قبرص، شفنا كيف تحركت قبرص. هون الدولة لما بكون موحدة القرار فيها. نحن نفتقر للقرار السياسي الموحد تجاه الأزمات. هلأ في أزمة النزوح وفي أزمات كتير غيرها، يعني نأخذ مثلا في كتير أزمات، الأزمة المالية بلبنان ما في توافق كان بالنظر، يعني لما بيجي البنك الدولي وبيتصنف لبنان من بين أكبر ثلاث أزمات مالية، بونزي يعني بونزي نهب موارد الناس، بيتصنف لبنان حد فنزويلا وتشيلي بينهم. بيقول لك لم يشهد العالم ليلة، أمين عام الأمم المتحدة إجا على لبنان واستعمل كلمة وقال في نهب لودائع الناس وغيره وغيره الكل. هلأ صرنا 5 سنوات ما شفنا شيء. يعني الأزمة المشكلة هي في الداخل اللبناني، المشكلة
في شيء كتير مهم، لبنان عم بيعيش كمان يعني حالة فراغ. مثل ما شايفين مؤسسات الدولة ما في مؤسسات، نسبة الشغور، شغور بالوظائف بالدولة 70% تقريبا، هيدي 70% من شي 7-8 سنين، أرقام منشورة يعني مجلس الخدمة المدنية. يعني المؤسسات ما بتش... لو في مؤسسات مثل ما عم تتفضل كانت بتحضر وأرقام ووثائق ودراسات وبتعرضها لأنه يعني بالآخر عندما ب15 أيار الماضي عندما بدأت بنيسان يمكن أن نقول أنه لبنان بدأ بالتوترات الأمنية، ما يسمى إذا بدك الانفجار الأمني بلشت بلبنان، السرقات، الجرائم، المخدرات، كل هذه التوترات الداخلية كلها، يعني صار فيه الأمن بلبنان مهدد. اجتمع عند إيدين المجلس النيابي ب15 أيار واخذ القرار، وهيدي اول مره من 13 سنه تحصل بلبنان. هون صمم الامان، هون انك تدافع عن لبنان قد ما بدك. ولكن بعد ان وصلنا لموقف لبناني موحد بملف النازحين يبدو انه هلا ما ظهر، في علينا ضغوطات، ما ظهر وما ما هو موجود حتى الان اللي مبين. نحن اكيد الانقسامات الداخليه كبيره بلبنان والانقسامات الداخلية، ولكن الكل اتفقوا على ملف النازحين. هلا خلينا الموقف العام والتوصية التي ظهرت موحدة، والبعض أبعد من ذلك، كان في مظاهرات لأول مرة بتحصل قدام ببروكسل، يعني الاتحاد الأوروبي وغيره. يعني في فينا نقول حد هلا إنه لبنان وقت لي يعني في هذا الملف الآن نحن بلغنا مرحلة ممكن لبنان أنه يباشر، أنا بعتقد يباشر بتنظيم خطة العودة لتطبيق القوانين اللبنانية المقيمين بطرق غير قانونية. وبرجع بقول الاقتصاد اللبناني بحاجة ماسة، الزراعة والبناء، ولكن في مؤسسات كتير، في ناس إجوا وفتحوا مؤسسات، يعني بده يطبق القوانين، قانون العمل بده يطبق، وزارة العمل بده يطبق القوانين، ويمكن إعطاء فرصة، ولبنان كان عم يعطي الحقيقة أكثر من مرة، أعطوهم فرصة لتسجيل الولادات وعفيون، عملوا لهم إعفاءات، شفت كيف؟ ما كان في متابعة بس، يعني إذا بتاخذ المؤتمر الأول 2017 لدعم سوريا اللي انعقد، كمان مؤتمر دعم سوريا الأول، نحن هلا اللي انعقد ب 27 الشهر الماضي هو المؤتمر الثامن. يعني لاحظ، شوف بالمؤتمر الاول كان وقتها الرئيس الحريري القى كلمه لبنان وقال لهم، انه مش ممكن لبنان يقدر يستمر، يعني اخذ مثل وقتها بلده عرسال اللي هي موجوده، بتعرف البقع موجود عند الحدود بخط المواجهه، واعداد النازحين السوريين اكبر من اعداد اللبنانيين، صار بكل المناطق، في مناطق بتتفوق عليه، بس عرسال سكانها حوالي 35,000 لبنانيه، فيها فوق ال 125,000 نازح. شرح لهم كيف العيال استقبلت وكيف صارت بعدين، كيف صار الصراع على البقاء، وشفنا امس انه الامور صارت عم تاخذ منحى تدهور البيئي والأمني وانتشار الأمراض وأمني واقتصادي مرض الكبد والبيئي ومرض كلهم وغيرها. وشفنا المحافظ بعلبك الهرمي شو عم بيعلن، بيقول لك مثلا 450,000 ربطة خبز يوميا. يعني شوف انت هون الإمكانيات الواردة، وشوف لبنان قديش عم يتعرض. يعني عندنا نحن مواد كانت مدعومة، خذ البنزين مثلا في فترة كان مدعوم، والقمح مدعوم وغيره وغيره، والكهرباء والغاز وغيره وكله. دكتور، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نتابع هذا الملف، كيف يجب على لبنان مباشرة تنظيم هذه الخطة، تطبيق القوانين اللبنانية، وهل سيسمح للبنان المباشرة بهذه الخطة، أم سنرضخ للضغوط مثل ما ضغطنا ردخنا عذرا في الماضي. إذن فاصل ونعود لمتابعة ملفات. عودة لمتابعة ملفات، وأرحب مرة جديدة بدكتور علي فعور، خبير ورئيس مركز السكان للتنمية، السكان والتنمية. دكتور فعور،
ذكرت بأول قسم من ملفنا لليوم أنه علينا مباشرة تنظيم العودة وبقاء من يجب أن يبقوا بلبنان كعمال كما اعتدنا. يعني كان عندنا ما بعرف كم 100,000 عمال وأصحاب مهن في لبنان من النازحين السوريين. هل سيسمح للبنان إعادة كل هذه الأعداد أولا؟ ثانيا ماذا عن اللي خلقوا بلبنان ما عندهم هوية سورية وما عندهم كمان أوراق ثبوتية؟ يعني كيف الوضع بده يكون التعامل معهم؟ هلا حقيقة المجتمع الدولي اليوم يعني نحن لبنان مبدئيا مثل ما شفنا بالتوصية الأخيرة بمجلس النيابة ومن شفنا بقرار الحكومة اللي أخذته مؤخرا كمان تشكيل لجنة للمتابعة برئاسة نائب رئيس الحكومة. لبنان هلا مفروض بالفعل انه يبدأ بخطوات عملية، يعني خطوات عملية لتطبيق القوانين بالنسبة طبعا لقوانين الإقامة الشرعية وغير الشرعية وترحيل غير المقيمين طبعا ضمن خطط وغيرها وتنظيم خطط العودة. ولأنه القرار اللي صدر مؤخرا يعني باجتماع الاتحاد الأوروبي، يعني اللي كان المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا، كان فينا نقول مخيب للأمل، لأنه بقيوا على القرار اللي هو بيقول بانتظار الحل السياسي في سوريا. وهيدي نفس اللي بدأوا من 2017. بال 2017 كانوا معتبرين هن انه رح يصير في تغيير سياسي بسوريا، ولكن بال 2018 النظام يعني رجع استعاد القدرة بسوريا وسيطر على معظم المناطق وخاصة بالمناطق الغربية والجنوب. اليوم فينا نقول انه من الأكثر من نصف، يعني أكثر من 1.5 مليون للمليون، حوالي 2 مليونين من النازحين في إمكانية لإعادتهم إلى مناطق في سوريا، لأنه في مناطق واسعة وآمنة وموجودة وممكن العودة إليها. هلأ الاتحاد الأوروبي عم يتحدث، بيانه وقراره الأخير عم يربطها وعم يربطها، كل هيدا مربوط بالصراعات السياسية. لبنان إذا استمر بالقرار اللي شفنا أنه توصية مجلس النيابة، وإذا استمر وخاصة في شيء بعد مهم جدا جدا، هو مفروض التعامل والتواصل مع سوريا. أنا بقول وعلى أعلى المستويات لازم يصير في تواصل مع سوريا لبحث هذا الموضوع. شفنا هلأ في الدول العربية، يعني سوريا عم تستعيد تقريبا استعادت، اخر شيء كان فتح وعودة السفير السعودي وحضور مع الجامعة العربية، فاذا سوريا بدأت تستعيد. يعني مش ناطرين هني في دول عربية، ما عادت ناطرة الحصار اللي رجع جدد عليها من شهرين، كمان كان في تجديد الحصار اللي كان مفروض على سوريا اللي بسموه قانون قيصر وممنوع واللي خلى لبنان ممنوع يجيب كهرباء. ليش لبنان ما اتفق مع الأردن وعمل اتفاقات وخلص؟ بس خلص، قالوا له بعد شهر بعد اثنين البنك الدولي لصندوق النقد، آخر شيء ما في، رجع الغاز من مصر كمان منعوه. يعني هاي هالأمور لبنان هلأ بده يحسم أمره بقرارات داخلية، لأنه مثل ما عم قول ما بقى بيتحمل الوضع، الانفجار الأمني بلش، لبنان يغرق بالأزمة. يعني بصراحة في دراسات هلأ أخيرة عم تقول أنه التوترات الأمنية، يشوف بإطار العمل مثلا اليوم بالأزمة الاقتصادية وغيرها، حتى في حتى هيني منظمات الأمم المتحدة، لأنه هلأ في نقص التمويل، هلأ في مشكلة كبيرة كمان نشأت، انه هالاعداد الكبيره كانت عم تتدفق الدفعات الماليه لها في نقص، فاذا هيدا شو بده يعمل؟ بده يعمل توترات. عم بيقولوا 92%
بمجال العمل في توترات، لأنه غالبية اللبنانيين عم يشتغلوا بالقطاع غير منظم، يعني بسماه القطاع الهامشي عم يشتغلوا فيه، وهون في توترات. بيجيك بعد توترات بإطار الكهرباء، بإطار المياه، والبنك الدولي كان من 2012-14 عمل تقرير مع الأمم المتحدة، مع صندوق النقد الدولي، مع كلهم، وقال إنه الكلفة، شوف بال 2015-14 قال الكلفة خلال 3 سنوات كانت 7.5 مليارات. الكلفة قدرها رئيس الحكومة السابق بال 2020 الدكتور حسان دياب، قال الكلفة كانت بحسب إحصاءات وزارة المالية 46.5 مليار، ولل 2021 بتزيد على 50 مليار، يعني عندنا أكثر من 55 مليار. يعني المليار اللي إجت رئيسة المفوضية الأوروبية وعرضته على بيروت على 4 سنين، كل سنة لبنان بده حد أدنى مباشرة أكثر من 3 مليارات، وغير مباشرة بده بالمياه وبغيره بالصرف. وفي شيء في خطر كتير بلش صعب، يعني هلأ لبنان في 17 دولة مصنفين صاروا تقريبا بعجز مائي، يعني بسماه درجة صفر صفر. لبنان منهم، لبنان تاني وحدي منهم بعد قطر. يعني في مشكلة بالعجز المياهي، في مشكلة بالتلوث، لبنان مصنف بين الدول هيك، في مشاكل هلأ صارت عم تطرأ عنا، مشكلة انتشار السرطان والصرف الصحي وتلوث المياه اللي عم تندي. يعني لبنان عم برجع بقول انه عم بيغرق بهذه الازمات، مفروض اخذ المبادرة وبسرعة. وشفنا انه الاتحاد الاوروبي ما عطى الاهتمام الكبير لكلام اللي قاله، قال لأول مرة بينقال هيك كلام وزير الخارجية اللبناني. إيه؟ كان ينقال كل مرة كلام. ليش ما عم بيعطونا هالأهمية؟ ليش مستخفين فينا كبلد وهيك وكأن سيادتنا ما بتعني له؟ شوف، الانقسامات السياسية عم تشكل ضعف بالقدرة على مواجهة المجتمع الدولي. هي السبب، يعني المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي يستغل الانقسامات السياسية بلبنان، ويستغل هذه حالة الانكسارات الموجودة بالبنية وحالة الفراغ الموجودة. يعني لبنان يعني ما في مؤسسات عم تواجه، يعني ما في ملفات، ما في إحصاءات، ما في غيرها. وهم بشير لنقطة عملناها من 1993 قبل ما نروح على المؤتمر العالمي للسكان والتنمية بالقاهرة، عملنا ما يسمى اللجنة الوطنية للسكان. نعم. يعني عندنا مقومات نحن وموجودة، وعملنا وقتها الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية. نعم. أصغنا الوثيقة الوطنية وقدمناها للدولة، وبال 2001 قدمت للحكومة وبتتحدث عن الهجرة والتنقلات والسياسة السكانية للدولة، بس الدولة ما في قرار لا إدارة الإحصاء المركزي ولا غيره بإجراء الإحصاءات والقيام بالإحصاءات. يعني يعني شفنا الفلسطينيين قد صروا ما عملوا ولا إحصاء. بال 2017-2018 يبدو أنه كان في توجه دولي لإعداد صفقة كبيرة بالمنطقة، ونعرض على لبنان 5 مليارات دولار لتوطين الفلسطينيين، وطلع العدد الفلسطينيين هن حوالي 178 ألف. شوف يعني، بينما الأونروا بتقول إنه العدد اللي هي عم تقدم له مساعدات تقريبا 425-450 ألف. يعني وقت المشكلة الأساسية هو في إدارة السلطة السياسية لملف النازحين في لبنان. هل الإدارة وصلت لبنان إلى هذا المستوى من الفشل؟ وصلت لبنان إلى تفاقم كل هذه المخاطر اللي عم تواجه الناس اليوم برزقهم بالعمل، بالصحة، بالتعليم؟ بينما شوف يعني الإحصاءات اللي أجرتهم مؤخراً المفوضية العليا للاجئين عم تعمل إحصاءات دورية من 2017، تسألهم للاجئين المسجلين عندها أنه هل ترغب بالعودة إلى سوريا؟ إيه. هل ترغب بالعودة؟ بيسألوهم. هلأ
قالت لهم سؤال واضح: هل ترغب في العودة إلى سوريا خلال 12 شهر القادمة؟ قديش يجاوبوا نعم؟ 1.1% بيرجعوا. شو السبب؟ المساعدات النقدية التي تدفع للاجئين في لبنان. الأسرة حوالي 120-125 دولار، وكل فرد 25 دولار، ويضاف إلى تعليم، الصحة، الرعاية للمسنين، الرعاية للأطفال، النصائح والإرشادات وغيرها، يعني والإرشادات القانونية، يعني حتى يدمرون، يعني هذه كلها عم تمنع عودة النازحين. وقديش هيدا اللي كمان في شيء اليوم بخالف القول اللي قاله ممثل الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط شمالي إفريقيا، قال إنه السبب هو، قال إنه السبب هو اعتقال العائدين وعادتهم للسجون وغيره وغيره. المفوضية العملة للاجئين عاملة استقصاءات، هي شو عم بتقول السبب؟ سألتهم ما هي الأسباب التي تعتبرها يعني بتشكل لك عوائق للعودة ما بتخليك ترجع؟ شو كانت الأسباب؟ ما كانت الأسباب اللي قاله هو. أول سبب عدم توفر سبل العيش، العمل والعيشة مع الناس. هلأ بيجي بعدين بيقول الأمن والأمان وغيرها، يعني هني عم بيقدموا هيدا، عم يحطوه بالمرحلة، لا ما نحطه. بيرجعوا بيقولوا من الأسباب عدم وجود المياه، عدم وجود الكهرباء غيرها. طيب الأمم المتحدة شو عم بتقول؟ مش حرام بلد لبنان مثل صغير المجتمع الدولي يربطوا بانتقال سياسي بسوريا وبإعمار سوريا؟ الأمم المتحدة عم تقول إن خطة إعمار سوريا قد تتطلب نصف قرن، لأن خطة إعمار لبنان استمرت أكثر من 25 سنة. كيف يمكن لهذه الدولة الصغيرة مع هذا العدد الكبير من الموجود فيها مواجهة الأزمة؟ المطلوب من لبنان تنفيذ مثل ما قلت، تنفيذ خطة العودة على مراحل ضمن جدول زمني، الاتفاق مع السلطة السياسية ووضع خطة ملائمة للعودة. وأنا فيه يقول شيء مش مثل ما بقولوا إنه سوريا ما بدها، لا، سوريا العودة مهمة أيضا بالنسبة لسوريا، لأن سوريا 185,000 كيلو متر مربع. سوريا عندها أراضي للزراعة وعندها موارد، بدها مين يشتغل، وفي زراعات كتير كتير، عندهم القمح وعندهم كتير موارد، ممكن إنهم بحاجة هني للقوى العاملة ولليد العاملة، ولبنان كمان بحاجة. يعني هو بالفعل إهمال الأزمة وتركه بهذا الشغل. شو عمل؟ وصل الناس أنه لبنان اللي بال 2016 و17 انعمل مؤتمر بتركيا، شو كان تم اختيار لبنان؟ هو مثال لبنان للعمل الإنساني، وكلنا قالوا هيك. أمين عام الأمم المتحدة، مدير دائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي فريد بلحاج، اللي كان نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، شو قال؟ عامل مقال بيقول للكرم حدود. يمكن قلتها أكثر من مرة أنا بهال. نعم، وحملونا، يعني نحن نتحمل مسؤولية كل هذه الملفات. هل عندنا القدرة بلبنان نتحمل مسؤولية لإعادة إعمار سوريا، لنحمي حدود الاتحاد الأوروبي أو كرمال النازحين ما يغادروا من لبنان عبر المتوسط؟ ماذا فعل اعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان؟ لبنان أمام الحقيقة، لبنان أمام أعباء ضخمة، وخاصة هلأ اللي سمعناه بالفترة من المرحلة الأخيرة. هلأ عم بقولوا أنه المنظمات كلها عم تشتكي، وبلغت الحكومة اللبنانية أنه نحن ما عم يجينا 10%، يعني في موارد مش حتندفع بكرة. يعني إذا ما بده يندفع تعليم، كيف بده يتعلموا النازحين السوريين في لبنان؟ إذا ما بده يندفع للصحة، للمستشفيات، يعني بالفعل نحن يدمين أمام أزمات كبيرة. مفروض التعاون لها أكيد أكيد بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بالتنسيق مع الدول العربية اللي هي عم تحذر. ومثل ما عم نسمع أنه في بوادر هلأ بين لبنان والأردن ومصر، أنه في اجتماع كمان بده ينعقد من شان عودة النازحين. مفروض لبنان بالفعل يحضر ملفاته ويكون له موقف
موحد وعملي، ونقطة القوة الكبيرة هو التنسيق مع سوريا. نعم. تنسيق مع سوريا بالملفات وبدء العمل، لأن بالحقيقة خاصة بالمناطق القريبة من لبنان، من حمص والمناطق هيك، في أماكن كتير ممكن العودة لها وما في أي مشاكل. وهيدي عم بقول أنا استقصاءات والمعلومات اللي هي عم تنشرها المنظمات الدولية بهالمجال. يعني استرجاع القرار، استرجاع القرار. بنتمنى اللي صار من فترة، يعني تجاوز الانقسامات السياسية، انه هيدا هو بيكون نقطة القوة لتدعيم الموقف اللبناني بالنسبة لعودة النازحين. هذا بالنسبة للبنان ولا سوريا. ماذا عن ربطه بإعادة إعمار سوريا لحل هذا الملف دكتور؟ إعادة إعمار سوريا موضوع كبير كتير، واللي حصل بسوريا كمان عم بيقولوا إن الكلفة، هذه كلفة إعادة الإعمار، تقديرات الأمم المتحدة بتحكي عن 400 مليار دولار، تقديرات الجامعة العربية بتتحدث عن 900 مليار دولار إعادة إعمار سوريا. يعني مش بس الفترة الزمنية اللي عملون نصف قرن، في أموال كبيرة. وإذا ربطنا ملف النازحين بهذا الموضوع، يعني رح يبقوا بلبنان، رح يبقوا بلبنان. معلش برجع بقارن، خلينا نقارن شو ما حصل بلبنان. بعد عدوان تموز على لبنان، على جنوب لبنان، بنعرف إنه يعني في أكثر من 200-250 ألف من مناطق جنوب الليطاني كلهم تهجروا من جنوب لبنان، قسم منهم راح على سوريا، وكان في تقريبا 150 ألف. وقت تم وقف إطلاق النار وصدر القرار 1701، شو تضمن القرار؟ ضمن منع عودة الأهالي جنوب خط الليطاني. نعم. بـ 48 ساعة رجعوا. نعم. عبروا الليطاني والطرقان، رجعوا على بيوتهم. نعم. وهي بيوتهم مدمرة، وحطوا خيم وباشروا وقعدوا يشتغلوا بالأرض وغيرها. نعم. فإذا أنا متأكد تماما أنه الذي يمنع عودة النازحين هو قرار سياسي لا له علاقة بالأحداث. إذا في ناس 2-3% معلش بيضلوا بينتركوا لبعدين. بعدين في شيء نقطة أنا بحبولها، ليش ألمانيا إلى حق ترحل؟ ألمانيا ترحل وهون في شيء موجودة، في معطيات موجودة على صفحة المفوضية، على صفحة منظمة الهجرة الدولية، انه بألمانيا عم بيسألون، بيعملون لهم تعرف ملفات وكل واحد دراسات، وبيسألون عم تسألوا بتقول له انت شو كنت تشغل؟ قال انا كنت ما بيقدر برجع، انا كنت ضابط بالجيش وهيك. قلت له ما كنت انت بالجيش ودخلت الجيش اقسمت يمين؟ قال لي قلت له شو اقسمت؟ قالت له اذا انت اقسمت يمين وما بدك توفي بيمينك لبررك، كيف انا بدي خليك انك تبقى؟ يعني هني بيطبقوا القوانين اللي بدهم اياها عندهم، وهني بياخذوا اللاجئين اللي بيهمون. لو هني بدهم يساعدوا لبنان، لو يساعدوا لبنان تقريبا في 7 ملايين لاجئ فلسطيني، عفوا لاجئ سوري خارج سوريا اليوم. قديش الاتحاد الاوروبي كله ياخذ منهم؟ مليون. الاتحاد الاوروبي سنوية بياخذ حوالي اكثر من 3 ملايين ونص مهاجر، ولكن ضمن خطط موضوعه اسمها هجره الكفاءات، هجره الادمغه، هجره العقول. الاتحاد الاوروبي شو عمل؟ عم يقدم هلا البطاقه الزرقاء. يعني اللي بيروح مثل الجرين كارت الامريكيه، بيعطوه بطاقه زرقاء. الأطباء، المهندسين، أصحاب المهارات، أصحاب الكفاءات، كلهم هول من السوريين أخذوهم، أخذوهم الاتحاد الأوروبي كلهم. نعم. أخذوهم، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا أخذوا كل الأطباء والمهندسين. بينحكى بأربعة آلاف طبيب، جزء منهم في قسم أخذته لألمانيا. نعم. اكتشفوا بألمانيا أنه الطبيب بكلف كتير فأخذوهم وبيعطوهم فترة ليتعلموا اللغة وبعدين بيشغلوهم. يعني
الاتحاد الأوروبي اللي عم يفرض كل والمجتمع الدولي هالقوانين على لبنان، هو مش عم يطبق القوانين. لا. لأنه بقانون المفوضية في بند أساسي اسمه تقاسم المسؤولية، تقاسم يعني تحمل المسؤولية في إدارة ملف اللاجئين. هلا آخر تصريح للاتحاد الأوروبي شو عم بقوله المندوب الاتحاد الأوروبي، بقول له أنه الدول الأوروبية بدها تساعد بالملف، واجتمعت 14 دولة. قديش قرروا ياخذوا؟ حوالي 60 ألف لاجئ بدهم ياخذوا. شوف هال 14 دولة بدهم ياخذوا 60، شوف قديش لبنان مظلوم، وقديش لبنان محاصر، وقديش لبنان يخضع، وهذا كله خلافا للقوانين الدولية، خلافا لقانون العمل الإنساني، خلافا لاتفاقية اللاجئين، وما يتعارض مع القوانين المحلية بلبنان. دكتور علي.